طلابي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس عن مهارة الاتصال، وسأتناول فيه وصفاً لصورة. هيا بنا نشاهد الصورة معاً. أعزائي، تأملوا الصورة جيداً. برأيكم أعزائي، ما هذا المكان؟ فعلاً هو شاطئ البحر، وحسب ما ترونه في الصورة فإن شاطئ البحر مكان واسع ومزدحم بالناس، وبإمكانكم أن تشاهدوا كذلك أشجاراً عالية وكثيرة على الشاطئ. والآن أيها الطلاب، كيف تجدون الجو؟ تستطيعون أن تقولوا إن الجو مشمس أو الجو حار، وأيضاً تستطيعون أن تقولوا إن الشمس ساطعة أو مشرقة في السماء الزرقاء الصافية. وبإمكانكم أن تضيفوا ما يلي: يبدو أن النسيم عليل. بعد أن تحدثتم عن الجو، أجيبوا عن السؤال الآتي: متى أخذت الصورة؟ تستطيعون أن تختاروا إجابة من الإجابات الآتية: أخذت الصورة في عطلة نهاية الأسبوع، أو في العطلة الصيفية، أو في العطلة المدرسية. ويبدو من الصورة أن الوقت إما أن يكون في الصباح أو في النهار، ومن الممكن أن تقولوا حوالي الساعة 11 أو الساعة 2. أعزائي، ماذا ترون أيضاً في الصورة؟ إن المنظر جميل وخلاب. هناك من يسبح في الماء الدافئ، وهناك من يتجول على الشاطئ أو يسير على الرمال الناعمة، وأيضاً يبدو أن هناك من يتحدث ويضحك. في رأيكم أيها الطلاب، ماذا تفعل العائلة؟ نعم، العائلة جالسة على الرمال معاً، ويبني الولدان قلعة من الرمال على الشاطئ، ويبدو أن والديهما يساعدانهما في بناء القلعة، وكذلك يستخدم الولدان ألعاب البحر في بناء القلعة. حسب الصورة، ما شعور هذه العائلة؟
يبدو أن العائلة تقضي وقتا ممتعا معا، وتبدو علامات الفرح والسرور على وجوهها. لا شك فيه أن الولدين مسروران ببناء القلعة الرملية. ومن باب التذكير، لا تنسوا أعزائي عندما تصفون أي صورة أن تتحدثوا عما يفعله الناس فيها، أن تبدوا رأيكم في ملامح الناس الذين في الصورة حتى تعرفوا مشاعرهم، وأخيراً أن تحاولوا أن تصفوا كل ما تشاهدونه في الصورة. طلابي الأعزاء، هنا ينتهي درسنا، وأتمنى أنكم فهمتموه فهما جيدا. إلى اللقاء.